زي ما قلت مثلا معين في مباراه في الجنوب التونسي، يجي تليفون يقول له سيمون ما تدخلش، فين انت بالضبط؟ يقول له مثلا على مستوى النقطه، اقف غادي تنقول لك فين تمشي. بعد يرجعوه للعاصمه، يسافر مباراه في العاصمه، وبعد يقول لك التحكيم، التحكيم الناس كلهم مساهمه فيها الامور هذه. لا خليها هذيك، خليها ليان هذيك نهار باش نحكي فيها تنحكي فيها. اكثر حاجه تعجبني صحيحه؟ بالحق صحيحه ولا المعلومه؟ لا اخي اتعس من اللي في مخك. اعطينا شويه فاصل. لا 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 نبش شويه في التاريخ. مو اسمع ليه مش نبش، هو مو عندنا جات فتره انه الحكم ما يعرفش على روحه وين ماشي، يقولوا له برا امشي شد الثنيه هكا باش تبدل. اي وبعدين يوصل ومن بعد يوصل يقف في لون بوان. اي يوصل البلاصه يقولوا له انت وين، يقول لهم تا البلاصه، يقولوا له باهي هاي امشي هكا وقعد شد الثنيه لوتورود، يبدا مسكين معناه يمشي فما بعدش يرجعوه العكس نتاع وين. اما انا في الديزينياسيون هذيك، في الديزينياسيون هذيك قاعد هم مازالوا موجودين الاولاد اللي معايا قاعدين في نفس البلاصه، قلت لهم ما يتحرك حتى واحد، والاخر يطلب فيا فهمني كانوا يتحكموا فيكم مع عادل. لا انا هذوما حاجات حبيت نعيشهم ونراهم المسؤولين هذوما اللي نظروا علينا ايش قاعدين يعملوا، على خاطر كل شيء ريت وانا بعيني وقعدت في نفس البلاصه وبعدش مشيت الموضوع تحلوا الموضوع الاكيد يعني باش تعرف معناها الاجواء تاع التحكيم يبدو لي فيه اشكال. وذاك علاش نحب فهمني نشوف الناس كي تهبط كيما يوسف كان يحكي يهبط ما يعرفش على روحه باش يربح باش يخسر ما يهموش يكور ويخرج. ايه نحب يجي واحد كيفي انا ينحي له بونتو خمس. لا الله اللي عاود علينا الحكايه شفت برافي.